بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلاب بالصف الخامس، طيب الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا لكم حبايبي مرة ثانية مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، ودرس اليوم بعنوان الأعداد العشرية المتكافئة. درس اليوم الأعداد العشرية المتكافئة. ما معنى المتكافئة يا أستاذ؟ المتكافئة بمعنى المتساوية، يعني قيمتهم نفس القيمة وإن كان الشكل متغير. تمام كده حبايبي؟ أثناء التنزه في الحديقة قطع عبد الرحمن مسافة 2 من 10 كيلومتر، وقطع عبد الله مسافة 20 من 100 كيلومتر، أيهما قطع مسافة أكثر؟ أولا أولادي، لو بصينا للمسافة اللي قطعها عبد الرحمن والمسافة اللي قطعها عبد الله، هنجد إنه العدد في المسافة الأولى مش موزون مع العدد في المسافة الثانية، بمعنى إنه العدد 2 من 10 يعني على يمين الفاصلة رقم 1 فقط وهو 2، أما المسافة اللي قطعها عبد الله فعلى يمين الفاصلة في رقمين 2 و0. يعني إيش معنى الكلام هذا يا أستاذ؟ معنى الكلام هذا حبايبي إنه لما أجي أقارن ما بين عددين، في البداية لازم تكون المسألة موزونة. تمام كده؟ موزونة بمعنى إنه الأجزاء أو الأرقام اللي على يمين الفاصلة تكون بنفس عدد الأرقام اللي موجودة على يمين الفاصلة في العدد الآخر. يعني المسافة اللي قطعها عبد الرحمن لازم تكون الأرقام اللي على يمين الفاصلة عددها بنفس عدد الأرقام اللي موجودة في المسافة اللي قطعها عبد الله. يعني المسافة اللي قطعها عبد الرحمن على يمين الفاصلة العدد 2، يعني 2 جزء من 10، يعني منزلة الجزء من 10 فقط. أما المسافة اللي قطعها عبد الله فعلى يمين الفاصلة رقمين، يعني في منزلة الجزء من 10 وفي منزلة الجزء من 100. إذن لابد أنه أجي أخلي العددين اللي عندي، سواء المسافة اللي قطعها عبد الرحمن أو المسافة اللي قطعها عبد الله، موزونين، يعني على يمين الفاصلة لمسافة عبد الرحمن رقمين، وعلى يمين الفاصلة للمسافة اللي قطعها عبد الله رقمين، وبكذا أولادي يسهل عملية المقارنة. تعالوا شوف هذا الكلام. إذن أولادي بقول لي أحضر شبكات كالتالي، ولون ما يمثل 2 من 10 في الشبكة الأولى، ولون ما يمثل 20 من 100 في الشبكة الثانية. طيب الشبكة الأولى هتكون شبكة 10، أما الشبكة الثانية فهتكون شبكة 100، وبالتالي أولادي في اختلاف في الشكل للشبكتين. يعني شبكة 10 هي عبارة عن أعمدة فقط، أما شبكة 100 فهي عبارة عن أعمدة وصفوف، وبالتالي في شبكة 10 نقوم بعد الأعمدة، أما في شبكة 100 نقوم بعد المربعات الصغيرة. تمام كده حبايبي؟ تعالوا نلون ونشوف. الشبكة الأولى وهي شبكة 10 لونا أو ظللنا عمودين من أصل 10 أعمدة، وهذه المسافة اللي قطعها عبد الرحمن. أما المسافة الأخرى اللي قطعها عبد الله فهي مسافة 20 من 100، وبالتالي هنلون 20 مربع من أصل 100 مربع. ولو لاحظنا أولادي أن اللون الأخضر واللون البنفسجي لو قمنا بمطابقة الشبكات مع بعض هيطلع نفس الناتج. إذن حبايبي الاثنين من عشرة هي نفسها 20 من 100. هيجي طالب يقول لي إزاي يا أستاذ؟ أقول له حبيبي العمود الواحد في شبكة 10 يمثل 10 مربعات في شبكة 100، وهو ما يمثل عمود في شبكة 100 ب10 مربعات. إذن أنا لونت عمودين، إذن كأني لونت في شبكة 100 10 زائد 10، يعني 20 مربع، وبالتالي أولادي الواحد عمود في شبكة 10 تكافئ أو تساوي 10 مربعات في شبكة 100. إذن عمودين في شبكة 10 تكافئ أو تساوي 20 مربع في شبكة 100. إذن أولادي المسافة اللي قطعها عبد الرحمن هي نفس المسافة اللي قطعها عبد الله. إذن الاثنين متكافئين والاثنين قطعوا نفس المسافة. وفي هذه الحالة بنقول إنه العددين اللي عندي أو الكسرين العشريين متكافئين.
إذن الكسور العشرية اللي بتمثل الكمية نفسها أولادي تسمى كسورا عشرية متكافئة، يعني متساوية. تعال ننتقل لعددين تانيين ونشوف برضو العددين العشريين إذا كانوا متكافئين أم لا. لاحظ معايا 3 صحيح وأربعة أجزاء من 10، والعدد الثاني 3 صحيح وأربعين جزء من 100. هل متكافئين ولا لا؟ أول شيء أولادي، نقارن الصحيح بالصحيح، والصحيح إذا حبينا إن احنا نمثله بالشبكات هو ما يمثل الشبكات المظللة بالكامل. يعني لما أقول 3 صحيح يعني عندي 3 شبكات بالكامل، سواء شبكة العشرة أو شبكة المئة، مظللة بالكامل أو ملونة بالكامل. إذا أنا لما أجي أقول لك 3 صحيح وأربعة أجزاء من 10، يبقى أنا عندي 4 شبكات من شبكات العشرة، 3 منهم ملونين بالكامل مظللين بالكامل، وشبكة واحدة ناقصة مظلل منها 4 أعمدة فقط من أصل 10 أعمدة. وبالتالي نكتب هذه الأشكال ب3 صحيح، يعني 3 شبكات ملونة بالكامل وأربعة من 10 وشبكة واحدة من فئة الأعمدة 10 أعمدة ملون منها 4 أجزاء فقط أو 4 أعمدة فقط. طيب حبايبي، تعالوا نقرأ العدد الثاني ونقارن برضو بطريقة الشبكات. 3 صحيح و40 جزء من 100، يعني معناها أنا عندي 4 شبكات من شبكات المئة، 3 منهم مظللين بالكامل لأني قلت 3 صحيح و40 جزء من 100، يعني الشبكة الأخيرة ظلل منها 40 جزء من أصل المئة جزء. إذا حبايبي لو بصينا للشبكتين هنجد إنه إحنا اتفقنا بإنه واحد عمود من شبكة العشرة تكافئ أو تساوي واحد عمود من شبكة المئة الذي يمثل بعشرة مربعات، وبالتالي واحد عمود في شبكة العشرة تساوي 10 مربعات. إذا 4 أعمدة من شبكة العشرة تكافئ 40 مربع من شبكة المئة. إذا 3 صحيح وأربع من 10 هي نفسها 3 صحيح وأربعين من 100. طيب حبايبي تعالوا برضو نشوف، هل 3 صحيح وستة من 10 تكافئ 3 صحيح وستمائة من 1000؟ برضو بنفس الطريقة أولادي، الثلاثة صحيح يعني معناها 3 أشكال مظللة بالكامل، وستة من 10 يعني هناك شبكة العشرة مظلل منها 6 أعمدة. أما العدد الآخر 3 صحيح وستمائة من 1000، يعني عندي 4 شبكات من شبكات الألف، الثلاث شبكات منها مظللة بالكامل، وشبكة الألف الأخيرة مظلل منها 600 من أصل 1000 مربع. طيب حبايبي، إذا كنا إحنا بنقارن بين شبكة العشرة وشبكة المئة وقلنا بأنه العمود الواحد في شبكة العشرة يمثل 10 مربعات في شبكة المئة، بنفس الطريقة في شبكة الألف العمود الواحد من فئة العشرة، يعني عمود واحد من شبكة العشرة تمثل ب100 مربع من شبكة الألف. إذا أولادي أنا عندي شبكة العشرة، في شبكة المئة، في شبكة الألف، وشبكة العشرة آلاف، وشبكة المئة ألف. كل شبكة من هذه الشبكات مقسمة إلى 10 أعمدة، ولكن شبكة العشرة مقسمة إلى 10 أعمدة فقط، وشبكة المئة مقسمة إلى 10 أعمدة وعشرة صفوف، وشبكة الألف مقسمة إلى 10 أعمدة ومئة صف، وهكذا أولادي. فبالتالي العمود الواحد من شبكة العشرة يكافئ 10 مربعات من شبكة المئة ومئة مربع من شبكة الألف. إذا 1 من 10 يكافئ 100 من شبكة الألف، يعني 100 جزء من 1000، والاثنين من 10 تكافئ 200 جزء من 1000، 3 من 10 تكافئ 300 جزء من 1000، وهكذا. طيب حبايبي تعالوا نشوف العدد اللي بعده، 1 جزء
واحد صحيح وتسعة جزء من عشرة، وواحد صحيح وتسعة جزء من ألف. تعالوا أولادي نشوف، الشبكة الأولى هي شبكة العشرة، والشبكة الثانية هي شبكة الألف. طيب شبكة العشرة مظلل منها كم عمود؟ تسعة أعمدة، وإحنا اتفقنا بأنه العمود الواحد يكافئ كم من فئة شبكة الألف؟ يكافئ 100. إذا التسعة من عشرة تكافئ 900 من ألف. طيب لو إحنا بصينا للعدد الثاني، هل هو واحد صحيح وتسعمائة من ألف؟ لا، ده واحد صحيح وتسعة من ألف، يعني تسعة مربعات فقط ملونة من أصل ألف مربع. إذا أولادي العددين غير متكافئين. إذا حبايبي لابد أن أكون عارف أن الأجزاء عند التكافؤ أن الواحد عمود من العشرة يكافئ 10 مربعات من شبكة 100، يكافئ 100 مربع من شبكة 1000. تمام حبايبي؟ إذا لو أنا حبيت أشتغل على شبكة العشرة وشبكة 100، لابد إنه الواحد من عشرة يكافئ 10 من 100، 2 من 10 تكافئ 20 من 100، 3 من 10 تكافئ 30 من 100، 4 من 10 تكافئ 40 من 100، وهكذا. أما لو حبيت أشتغل على شبكة العشرة وشبكة الألف، إذا أولادي الواحد من عشرة يكافئ 100 جزء من 1000، 2 من 10 تكافئ 200 جزء من 1000، 3 من 10 تكافئ 300 من 1000، وهكذا أولادي. تمام كده حبايبي؟ تعالوا نشوف مثال على هذا الكلام. تمرن اكتب متكافئان أو غير متكافئين إلى جانب كل زوج من الأعداد العشرية فيما يلي. نمسك أول زوج من الأعداد 9 من 10 و90 من 100. حبايبي احنا بطريقة شبكة العشرة وبطريقة شبكة 100، أنا عندي 9 من 10 و90 من 100، يعني أنا هحتاج شبكة العشرة وهحتاج شبكة 100. إذا 9 من 10 يعني 9 أعمدة من شبكة العشرة ملونين بالكامل، وإحنا اتفقنا بأنه الواحد عمود من فئة شبكة العشرة تكافئ 10 مربعات من شبكة 100. إذا 9 من 10 تكافئ 90 مربع من شبكة 100، إذا العددين متكافئين. طب يا أستاذ في طريقة تانية ممكن أطلع بيها أو أوجد بيها ناتج إنه إذا كان العددين متكافئين أم لا؟ أقول له أيوة، تقدر إنك أنت توزن العددين. يعني إيش أوزن العددين؟ تيجي على يمين الأرقام اللي موجودة في الأجزاء من عشرة وتكمل بأصفار الأعداد اللي ناقصة، بمعنى إنه العدد الأول هو عبارة على يمين الفاصلة رقم واحد فقط وهو 9، أما العدد الثاني على يمين الفاصلة رقمين وهو 9 و0. إذا لازم أوزن العددين، العدد الأول ينقص رقم وبطبيعة الحال أولادي هأكمله بصفر. فلو كملت العدد الأول بصفر على يمينه أصبح العددين اللي عندي 90 من 100 و90 من 100، يعني العددان متكافئان. تمام كده؟ تعالوا ننتقل إلى العدد الآخر، 30 من 100 و300 من 1000. عايز تقارن بطريقة الشبكات، قارن شبكة 100 وشبكة 1000. عايز تقارن عن طريق وزن الأعداد، اوزن، وأنا بفضل إنك أنت توزن الأعداد قبل ما تبدأ عملية المقارنة. العدد الأول 30 جزء من 100 مكون من رقمين على يمين الفاصلة، العدد الثاني 300 جزء من 1000 على يمين الفاصلة 3 أرقام. إذا لما أجي أوزن الأعداد، العدد الأول يلزم 0 و1 على يمينه عشان يكون مكون من 3 أرقام، وبالتالي هيكون الناتج 300 من 1000 والعدد الثاني 300 من 1000، إذا العددين متكافئين. طيب أولادي تعالوا شوف العدد اللي بعده، على يمين الفاصلة 8 وال8 رقم 1، والعدد الثاني على يمين الفاصلة رقمين 0 و8. إذا لابد أني أقوم بوزن الأعداد، إذا أروح للعدد الأول وآجي على يمين 8 وأضع 0، أصبح العدد الأول على يمين الفاصلة رقمين والعدد الثاني على يمين الفاصلة رقمين. إذا اللي على يمين الفاصلة في العدد الأول 80 جزء من 100، أما العدد الثاني 8 جزء من 100، إذا العددين اختلفوا وبالتالي هيكون العددين غير متكافئين. تعالوا نشوف مثال آخر،
اكتب عددا عشريا مكافئا لكل مما يلي. احنا اتفقنا اولادي انه التسعة من عشرة تكافئ شبكة العشرة، تكافئ كم من شبكة المئة؟ الواحد من عشرة تكافئ العشرة من مئة، الاثنين من عشرة تكافئ العشرين من مئة، الثلاثة من عشرة تكافئ 30 من 100. إذا التسعة من عشرة تكافئ كم؟ شاطرين أولادي، تكافئ 90 من 100. إذا أولادي هيكتب العدد 90 من 100. واحد تاني يقول لي طب أقدر أكتب 900 من 1000؟ أقول له برضه صحيح. إذا الأعداد اللي على يمين الفاصلة وتضع على يمين هذه الأعداد أصفارا، فبطبيعة الحال هتطلع لك أعدادا عشرية مكافئة، ولن يتغير قيمة الرقم بزيادة الأصفار على يمين الأجزاء من عشرة. تعالوا نشوف المثال الآخر. 75 جزء من 100، 75 جزء من 100. أولادي لو أنا زودت صفر على يمين ال75 هل تتغير القيمة؟ طبعا لا تتغير القيمة. طب لو أضفت صفرين على يمين ال75 هل تتغير القيمة؟ لا تتغير القيمة. إذا الأصفار اللي أنت هتزودها أو هتضيفها على يمين الأجزاء من عشرة أو الأجزاء من 100 أو الأجزاء من 1000 لن تغير من قيمة هذا العدد، وإن كان الشكل تغير لكن القيمة نفسها. إذا 75 جزء من 100 هي نفسها 750 جزء من 1000 أو 7500 جزء من 10000 وهكذا. تمام حبايبي؟ تعالوا نشوف المثال اللي بعده. 5 صحيح و3 أجزاء من 10. إحنا هنقوم بإضافة صفر أو صفرين أو ثلاثة أصفار على يمين الثلاثة فيتغير الشكل لكن القيمة ثابتة. إذا الثلاثة من عشرة تكافئ 30 من 100 أو 300 من 1000 أو 3000 من 10000 وهكذا. تمام حبايبي؟ وبكده أولادي نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في دروس قادمة. بارك الله فيكم، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.